ونذهب إلى العريش الآن وإلى مراسل حدث أحمد عثمان. أحمد، مساء الخير لك. كيف تبدو الأوضاع على معبر رفح بحسب المعطيات الموجودة، وخاصة بمشهد اليوم والحديث عن دخول بعض يعني كمية صغيرة من الوقود؟ نعم، بالفعل المشهد من معبر رفح صباح اليوم كان مشهد ربما راهن البعض بأنه قد يكون مقدمة لتغيير فيما يتعلق بالرفض الإسرائيلي في مسألة دخول الوقود، وبالفعل دخلت شاحنة واحدة، ولكن بعد ذلك كان هناك تصريحات تعلن بأن حتى هذه الشاحنة والوقود الذي دخل من خلالها هو مخصص فقط لاستخدامها من قبل الشاحنات التي توقفت بسبب نفاذ الوقود على الجانب الفلسطيني. هذه الشاحنات التي كانت تتسلم الوقود أو تتسلم الشاحنات من الجانب المصري قبل أن تقوم بنقلها من نقل هذه المساعدات إلى المؤسسات الإغاثية في جنوب القطاع، كان هذا الاستثناء لدخول الوقود لإمداد هذه الشاحنات وليس لإمداد أي مؤسسات أخرى مثل المستشفيات أو محطات تحلية مياه أو مخابز أو غيرها، كما كان يطالب أو كما كان يراهب كثيرون خلال الفترة الماضية. عدا ذلك فيما يتعلق أيضا بالمشهد في المعبر، فحتى الآن هناك اصطفاف كبير للشاحنات التي تحمل مساعدات، سواء التي يتم تجهيزها من قبل الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة أو الشاحنات التي تصل تباعا من خلال مساعدات قدمت من العديد من الدول. أيضا فيما يتعلق بالمعبر لارا هناك استمرار لخروج بعض الرعايا الأجانب وبعضا من حملة الجنسيات المزدوجة، وأيضا استمرار لخروج ولو بأعداد ضئيلة للمصابين والجرحى الذين يتم علاجهم في المستشفيات المصرية ولا سيما في مستشفى العريش العام، بالإضافة إلى مستشفيات بئر العبد والشيخ زويل. هذا هو المشهد ربما في رفح. المشهد في العريش هناك أيضا استمرار لتدفق الطائرات التي تحمل المساعدات. اليوم كان هناك وصول للطائرة السابعة التي ترسل من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية. هناك أيضا عدد آخر من الدول التي أرسلت مساعدات وهناك يعني تجهيز لهذه المساعدات لنقلها. كما ذكرت لارا ربما النقطة التي جاءت في مقدمة الخبر وهي تأكيد القاهرة للمرة الثانية والثالثة ويعني المتكرر بأن آلة المساعدات التي تدخل من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني هي بسبب العراقيل والتعنت الذي يبديه الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإجراءات دخول هذه المساعدات. شكرا جزيلا لك زميلنا من العريش مراسل الحدث أحمد عثمان. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.